Voyez ça. Calme, calme. Calme pour un dimanche matin. Very quiet. Yeah, we are enjoying our cardio morning. Sunday. There we go. Yes, I'm running. نعم خمسة تمرينات تاع الظهر نعم لاتس شوفوا التمارين الاول شوني تعليقات والناس قال لك وهذا وش هو هذا التمارين التمارين هذا يخدم الظهر نعم الظهر حاجه كي تعم ما تعرفهاش جرب باش هاك تدي فكر عليها لو كان ما جربش ماكش رايح تعرف وش معضلك تخدمها نعم هذا تمارين صدقوني بالله كي تبدأ مثلا تجبد من الفوق إلى التحت ومع نفس وقت تكون المايندسيت معناتها التخمامك كامل في العضلة بين الخدمة والعضلة ثم راح تحس به نعم لازم دير في راسك مليح برأي تمارين في الحديد في البودي بيلدينغ بصفة عامة لو كان تدرب وعقلك في جهة أخرى ماكش راح تتطور معناتها ساعة وساعة ونصف اللي عندك بين يديك أعطيه كل شيء معناتها أعطيه كل شيء ما معناتها معناتها تركيز بين مخك والعضلة فقط معناتها كي تبدأ تدرب عقلك لازم يكون إلا في العضلة معناتها ما تخليش نفسك تبدأ تخمم في أشياء أخرى والله تتلاقى بأصدقائك وتبدأ تتكلم وتحكي وعقليتك في جهة أخرى والله تعمل مثلا تمارين لي ثقيل عليك جدا وانت راك غير تتبع في نفسك كي زعمات تبين في نفسك براك قادر تهز وانت غرامك قادر تهز هذه كل داخلة في المجال البودي بيلدينغ نعم معناتها كي نقول لك انا فا تركز راه التركيز هو اللي راح يخرج عليك في الاخر نعم نتائج راه ما تظهرش من بعد تمارينات لا راه تظهر من بعد نقولوا اسابيع واسابيع نعم شهر وشهر سنوات وسنوات راه هكذا تبان النتيجه حنا رانا كل ورده شفت الوردة كي تغرسوها كي تغرس الزريعة تبدأ تنبت بشوية بشوية تنبات كل ما تحط لها الماء كل ما تجي نايضة كل ما تجي تكبر بشر كذلك كيف كيف لازم يكون إنسان منطقي لو كان ما تكونش منطقي كيفاش تحوس تطور ماكش راح تطور ما لا جربوا هذم تمارينات هذم تمارينات درتهم خمسة هذم شوف ردوني بالأخبار مدة شهر مدة ستة أسابيع وتشوفوا شوفوا كيفاش ظهر يتغير إن شاء الله صلى في روحكم نعم راكم بزاف راكم ظلوا تساق صوفيا يا يوسف كسرنا الروتين تاع التدريبات ومنا حكايات هاك تعرفوا باغي توصل لازم تحارب لأجل أحلامك نعم يوسف مازال جيعان مازال حاب يوصل ومازال راح يشرف نعم عبالكم فيديوهات كامل راني ندير فيها صدقوني بالله ممكن كان بعض الناس ما يبغوش بس أكثرية تبغي عليه لأن يتخيلوا نفوسهم في بلاستي ثقة ترجع لهم
روح ترجع يا جدك. علاه؟ لان عارفين براس ما كيتفرجوا فيديوهات، فيديوهاتي هما اللي يشهدوا بي بالحق. نعم في فيديوهات راني سبونتانيوس، شوي سبونتاني، معناتها راني نحكي بلا ما نخمم، اللي في القلب على راس لساني. نعم ولكن ندير لك فيديوهات تاع تدريبات باش تتعلم اولا، ثانيا راني نوري لك الكوتيديان تاعي، الكوتيديان معناتها اليوميه واش ندير بالضبط. نعم انا تاع سبور، انا تاع رياضه، نعم رياضه داري، تدريباتي تدريب ندرب الناس اونلاين وربي رحمته الحمد لله الحمد لله. معناتها انا كي نقول لك درب شوف هذم التمارينات، انا على بالي علاش راني نقول لك شوف في تمارينات وطبقهم، لان على بالي بي راح يخرج عليك، ما يخرج عليك انت راه يخرج على واحد اخر، لكن الانضباط